عرض مسرحي خجول على خشبة مسرح الربيع في الموصل، وربما خجله ناجم عن دمار المسرح الذي ما يزال جاثما منذ 8 سنوات. ولأهمية هذا الصرح الثقافي خرج فنانون ومثقفون نوى بوقفة احتجاجية ليست الأولى للمطالبة بإعمار مسرح المدينة اليتيم. مسرح الربيع هذا المسرح الذي يعتبر الواجهة الفنية والثقافية لهذه المحافظة العريقة، وانت تشاهد الآن اكو اكثر من 400 فنان حاضر اليوم، وهؤلاء الفنانين اغلبهم متوقفين عن العمل بسبب عدم وجود مسارح في هذه المحافظة وعدم وجود صالات جاليري وعدم وجود اي مؤسسة ثقافية فنية جاهزة للعمل. على مدار عشرات السنين احتضن هذا المسرح فعاليات ومسرحيات ومهرجانات غنائية وفنية وثقافية عديدة كان لها صدى كبير في الذاكرة الفنية العراقية، فيما ظل المسرح معاندا الركام والخراب بعد دماره، إذ احتضن عرض أوركسترا لجذب الانتباه إلى هذا الصرح وأهمية إعماره. غير المقبول واللائق أن تكون قاعة الربيع هذه الرئة الوحيدة التي كان يتنفس منها الفنانون والأدباء. هذه القاعة تاريخ لا يمكن أن يمحى، النشاطات التي أقيمت على هذه القاعة لا تخطئها العين. اليوم نطالب وبملء الفم في إعادة تأهيل هذه القاعة. الإرث الثقافي والفني للموصل لم يشفع لمسرح الربيع بعد تدميره، فرغم الوعود والعهود والزيارات المتكررة فإنه ما يزال أطلالا تتردد بين تشققات جدرانه أنغام الموسيقى والأغاني التي عزفت فيه. الموصل ثاني أكبر مدينة بالعراق، ويعتبر هذا الصرح الحضاري الكبير هو رمز من رموز الفن في مدينة الموصل. هذا الفن المسرح الربيع اللي غنى عليه أشهر مطربي العراق وأشهر مطربي العرب، ونحن نشأنا في هذا المسرح وهذا المكان. إذا قمنا بإعمار هذه القاعة فمعناها إحنا راح نعمر الإنسان من خلال الالتفات إلى هذه القاعة. المطالبات بإعادة إعمار مسرح الربيع لم تعد سوى صدى خاو من التنفيذ، حتى وصل الحال بفناني الموصل وشبابها إلى تنظيم عروضهم في الشوارع لافتقار ثاني أكبر مدن العراق إلى خشبة مسرح تجمع آمالهم وأعمالهم. من الموصل محمد سالم، يوتيفي.